والبوسه دي والبوسه دي مننا على ايدك واحده وعلى خدك 100 واحده يا عم ومن قدك اه يا سيدي انا التقيته من سنوات طويلة وتحدثنا كتير وكتير وبتذكر قال لي كلمة لما استقبلته بالفي اي بي بمطار رفيق الحريري الدولي وهيك همس لي بشغلة وقال لي تامر انه مثل ما بصم العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ بالسينما وبالغناء وبالمسارح اكيد نحن بنقول دائما التاريخ بيعيد نفسه لانه طول ما البطون ولاده بتولد اشياء جيده ومهمه وبالفعل من هذيك السنوات لليوم عم نشوف النجم المصري العربي قديش ما شاء الله جمهوره عم يكبر اعماله عم تكبر واليوم خلينا نبلش اللقاء قبل ما نحكي عن موازين والنجاح اللي حتشوفوه عن جائزتين من مهرجان الأغنية العربية King of Stage وكمان أفضل أغنية أهلا وسهلا فيك نجم تامر حسني اللي فعلا بتجمعنا فيك ذكريات حلوة وتتذكر شو حكينا أنه بدنا نعمل تامر حسني المجد اللي عمله عبد الحليم وأحسن إن شاء الله بشكرك على التقديمة دي وطبعا يعني زي ما انت قلت مصر دايما ولادة وأنا بحاول أن أنا أكمل المسيرة دي في الاتجاه الغنائي والتمثيلي بحاول أن أنا أعمل يعني نجاح مشترك ما بين الموهبتين دول فبحاول أكمل على قد ما أقدر يعني وإن شاء الله ربنا يكرمني وأكمل صح إن شاء الله أستاذ فراس بما أنك أنت المشرف على المهرجان خبرنا عن الجائزتين ونحن بنعرف أنه المهرجان انطلق بدورته الأولى وهو بدون رشاوي بدون زعبرة بدون مثل ما بيقول تشتري نشتري جوائز فتامر والنجوم اللي حصلوا عليه بيستحقوها بجدارة خبرنا عن الجائزتين أفضل شيء بهودي الجوائز أو أكتر شيء بيميزهم أنه فعلا أني استفتاء جماهيري 100% يعني هن الناس وعملية حسابية 100% لا في لجان عم بتقرر ولا في أشخاص عم بيحسبوا حسب محسوبياتهم ولا في ناس عندها أهداف خاصة عم تقوم على أساسها يعني أنا 10 إذاعات عربية كل إذاعة عندها توب 20 للعام 2016 وعلى هيد الأساس على هيدا توب 20 صدرت عنا نتائج معينة مع تصويت الناس تامر كان عنده جائزتين جائزة أفضل أغنية مصرية اللي كمان بنفس الفئة كان عم ينافس حاله يعني كانت أغنية عم بتنافس حالها مش وفي حدا عم ينافسه بس إجمالا أغنية عم بتنافس حالها أما بفئة King of Stage وأفضل Performer فكانت المنافسة محصورة وكانت كمان جائزة من نصيب تامر وهذا طبعا بعد مجهود كبير قام فيه بكل حفلاته والتغيير اللي قدر يغيره بالمسرح العربي بشكل عام كفن عربي وفن مصري تامر شو رايك باللي عم تسمعه اي والله بقول الحمد لله ان اخيرا بقى في جايزه للمجهود الواحد بيعمله على المسرح وعايز اقول لك يعني كل الفنانين في مصر بيحاولوا يعملوا مجهود ويستحقوا طبعا الاحترام والتقدير بس المسرح تحديدا انا مهموم بيه بقالي 7-8 سنين مهموم بيه انه يبقى شكله مختلف يبقى فيه إبهار بصري بالمؤثرات البصرية واللايت سيستم والفاير ووركس والدانسرز والشو والحاجات اللي بتحصل يعني فده كل ده مجهود كبير انبسطت ان لقيت جايزة بتقدر المجهود ده طيب فاكرين أغاني عمر وسلمى مش سامع فاكرين أغاني عمر وسلمى تلفوني رن ترن ترن اللي ربك عيني صدنا تلفوني رن عايز اسمع الجنب ده بس
تليفوني رن هنا هي تليفوني رن تليفوني رن نسمع هنا تاني تليفوني رن واللي رد الطايا عيني صوتها حن كلمتني عن صفاتها كل الصفات اللي بموت فيها عندها حسستني من طريقتها بجمالها ولا يا عيني بشكلها وانا موت في البنت لما تكون واثقة من نفسها. جائزتك لمين بتهديها؟ والله بهديها هقول لك حاجة تحديدا كنت عايز أقول لك فكرتني والله يعني الجائزة بتاعت المسرح أنا بهديها الناس كتير قوي بتتعب في المسرح عندنا وليد منصور مثلا هو يعني مظلة كبيرة بدأ المشوار ده يعني أنا قدمت وليد كمنظم حفلات وبعدها بقى أكبر منظم حفلات وبعدين بقى منتج سينمائي إن شاء الله يبقى أكبر حد بس وليد لما قدمته في التنظيم ده اهتم أو قدر يجمع أفضل الناس عندنا في مصر في الإضاءة زي مثلا وليد الحريري المهندس وليد الحريري تفوق على نفسه الفترة الأخيرة المهندس جورج سعيد هندسة صوتية الحقيقة يعني مهندس مميز يعني ممكن صعب نقارنه يعني بحد تامر فوزي المهندس تامر فوزي بنى المسرح نفسه تشكيل هندسي للمسرح نفسه سامي يوسف الفاير ووركس والألعاب النارية الحقيقة بيبهرني كل مرة عن التانية وميسا نصر الفريق الاستعراضي اللي معاها جوانب كتير يعني أخاف أنسى حد يعني بس أنا بهديهم كلهم الجائزة دي هم يستحقوها النهاردة معايا بصراحة بقيت مش عقلي وأصحابي خدوني ورحت المال لقيتها شبه واحد صاحبي ويا ريتني ما جيت ولا قلت لها ودي آخرة اللي قابل لصوت واحدة في التليفون واللي شفناه اليوم بموازين مميز ما شاء الله الساحة ما فيها مكان فاضي يعني قديش لما بشوف هالأعداد الكبيرة موج من الجمهور قديش طاقتك بتصير أقوى بقول الحمد لله رب العالمين يعني الكلام هيبقى دايما أقل من اللي أنا بشوفه أو من الفرحة اللي بتبقى في قلبي في اللحظة زي دي لما عرفت كمان الحفلة النهاردة كانت أكبر عدد حضور جماهيري في المهرجان كله كانت فرحة كبيرة على قلبي ومسؤولية كبيرة رب دايما أبقى عند حسن ظنهم بشكر كل الجمهور اللي حضر بجد كلكم على راسي يعني والمجهود اللي بتعملوه عشاني ده من استقبال المطار لهنا للحفلة دي حالة استثنائية بشكر ربنا عليها ويا رب دايما أبقى عند حسن ظنهم شباب رجالة أقول أرجع لك ها أرجع لك حلوة يعني مرة دي في تعادل يعني كلنا مع بعض أرجع لك أسمع لك كل كلامك هم عايزاني يا تاني لا في بيتك لازم نحكي عن عمل حدث حيكون يمكن كمان العمل الأول غنائي خلال الصيفية لو كان مرتبط بفيلم ولكن بنعرف الأفلام بتنعمل لشرط مسلسلات أو أفلام قديه بتضرب وكيف إذا اجتمع فيها نجم مثل حضرتك ونجم مثل إليسا شو في ورا الشبابيك أنت وإليسا ده يعني أول ديو بيجمعني مع الفنانة الجميلة إليسا وأغنية إنسانية أنا حابب المشروع ده جدا مشروع محترم مشروع إنساني هيعبر عن ناس كتير
وهي أغنية فيلم تصبح على خير، وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق، ومنحبك كتير وبنقول لك رمضان كريم مسبقا. وتفضل بطريقتك عايد بالشهر الكريم. رمضان كريم وكل سنة طيبين، ويا رب كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي ربنا يوفقهم ويكرمهم في أي حاجة طلبوها من ربنا، ربنا يحققها لهم إن شاء الله ببركات الشهر الفضيل ده بإذن الله.